تقدموا للتعيين ونالوا الامتياز في اختبار اللياقة البدنية والذهنية للكلية العسكرية في دورتها 83، وكانوا من الأوائل على دفعتهم في عام 2018، إلى أنهم صعقوا بعدم قبولهم وتحويل الدورة لمنتسبي الأجهزة الأمنية حصرا، لتكون وعود وزير الدفاع السابق نجاح الشمري في توفير درجات استثنائية لهم كونهم كانوا من الأوائل في الاختبار. عامان مرت على هذه الدورة ولم يتم سحبهم أو البتس في قضيتهم. اليوم احنا تفاجئنا قبل 3 أيام 4 كتب ومن مصادر موثوقة تطلع ومن ناس يعني ثقيلة بالجامعة يقولون الدورة صارت بس للعسكريين، وكتب تنتشر وانت من قاعد منتظر الدورة وعلى غفلة تشوفها بس للعسكريين. شلون؟ ليش اختبرنا؟ ليش فحصنا؟ ليش قابلنا؟ ليش قاعد ننتظر صارنا 2 سنين؟ اخي احنا مطلبنا الاساسي قبول الطلبة المعتصمين، صار لهم لاكثر من سنة لان هم الاولى بالدورة التأهيلية 83، ماكو واحد احق منهم بالدورة التأهيلية 83، صار لنا معتصمين لاكثر من سنة، عانينا ما عانينا. دخلنا لسيادة الوزير واعدنا خير، النوبة اخير شيء جتنا الاخبار انه الدورة تكون بس للعسكريين. تعهدوا في اعتصامهم أمام الكلية العسكرية بأنهم مستعدون لتقديم تنازل خطي عن الرواتب التي تقدم لهم في حال شمولهم في قرار الاستثناء مراعاة للأزمة المالية التي يمر بها العراق، مؤكدين على أن هدفهم الأساس هو تقديم خدمة وطنية للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي وحفظ سيادته. أخي العزيز، إذا كان مشكلة وزارة الدفاع التخصيص المالي فإحنا مستعدين كطلاب دورة 83 أن نكتب عن نفسنا تعهدات بعدم المطالبة بالتخصيص المالي لحين توفره. أزيد على أخوتي مثل ما قالوا، أغلب المتقدمين هنا ما جايين بس على مسألة مادية، أغلب الشباب خريجين جايين يريدون يقدمون شيء للبلد، هاي رغبتهم من البداية. أنا أحكي لك، أنا خريج هندسة مدنية ومهندس أداوم شركة أمريكية اسمها شركة جي إي، الجماعة هواي ولدي يعرفوها، والحد الآن مستمر، بس أنا جاي هاي رغبتي، أنا أريد أقدم شيء. لعل كبت الطاقات الشبابية وإهمالها بسبب السياسة الخاطئة لبعض المتنفذين في إدارة شؤون البلاد داخليا هي السبب الأساس في تدهور أوضاع العراق العامة، ليكون أمل الجميع معلق بحكومة مصطفى الكاظمي في تغيير هذا الواقع المرير. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.